والله مرحبا بك. أول حاجة معناتها الإسبيرونس معناتها دارنا هذايا، معناتها واحد عدى فيها معناتها عمره كامل، معناتها 10 سنين يلعب فيها. بعد أقلب معناتها فما عاد شيء جديد، معناتها الأولاد اللي خليتهم رجعت نقام هما معناتها ما لقيتش معناتها مشكلة معاهم ولا حاجة. هكا معناتها إن شاء الله معناتها سنين نعملوا عام باهي مع بعضنا ونحاولوا معناتها نحصلوا أكثر على تيتوات إن شاء الله. والله نسقت التحضيرات احنا بو احنا خدت كنا في الكيب ناسيونال معناتها مازلنا كي رجعنا معناش حتى شهر الاولاد يحكيوا لي معناتها كانت صعيبه عليهم برشا من شهر اوت معناتها سخانه واحد وكل معناتها عملوا معناتها بريباراسيون باهيه بو تو كي تلمينا جروب كامل واحد وكل معناتها صفا معناتها شديد معناتها قاعدين نطلعوا في الريتم بشويه بشويه معناتها لحمه بين الاولاد الكل معناتها ناس كل مع بعضنا ناس كل نعاونوا في بعضنا وإن شاء الله ربي معنا سنة. احنا ديما حاضرين ديما في الترجي ديما معناتها حاضر وتلعب على التيترويت الكل معناتها نقعدوا معناتها ان شاء الله بالماكسيموم. شوف دخلنا ديريكت بعد ليكيب ناسيونال دونك رجعنا بريسك الجروب كامل مع بعضنا، كانت في الويد لعبت كل بريسك نعرفهم وترينيت معهم وان بلوس جينا بفيكتوار من رواندا دونك كان الجو باهي والانتيغراسيون ظهر لي فيسا فيسا. لا ما كانتش صعيبة بالكل كما قلت لك، خاطر تسعة كنا مع بعضنا في ليكيب ناسيونال وحتى اللي كانوا هوني كما الولاد الاخرين ترينينا مع بعضنا ولعبنا مع بعضنا في ليكيب ناسيونال ممكن دونك كانت سهلة بالنسبة لنا والتحضيرات فيسع فيسع دونك كنا اون ايتي بري وبعد دو سيمين كنا بري وتوا غدوة باش تبدا الشامبيونات دونك لعبت كل حاضرة باش نعملوا ديبار تاع الشامبيونات اللي هو مهم ياسر، لعبت كل تستنى فينا بالفيكتيف هذا. عملناه العام اكسيبسيونيل وصيف سنة زادة حتى مع ليكيب ناسيونال اكسيبسيونيل بالصفر بالريستريكسيون ما غير جمهور ما غير وسبور ما غير جمهور ما غير في الكورونا ما كانش حاجة باهية حد لينا احنا للتلفزة للجمهور. دونك سنة ان شاء الله يرجع كل شيء للسبور وللرياضة التونسية باش نجمو نعملوا ريزلتا باهية وبداية من غدوة ان شاء الله بحمد الله. ظهر لي قاعدين حاضرين وانا حاضر باش ندخلوا في الشامبيونات غدوة وبالبا نربحوا ماتشوات ما هماش باش يكونوا ساهلين خاطر اللعبات كل تستنى فينا. بالبا حتى لين نوصلوا للفاز فينال ونخموا بشوية بشوية بالماتش.